صباح الخير يا فخامة الرئيس، منورنا ومشرفنا. صباح الخير يا مهند. صباح الفل يا فندم. حضرتك يا فخامة الرئيس قلت ونفذت، وفعلا مادة احترام الآخر بدأت تدرسها السنة دي في جميع مدارس مصر. شكرا لحضرتك يا فندم، وإن شاء الله بمادة احترام الآخر واحتفالية قادرون باختلاف كل سنة ودعم وتشجيع حضرتك لينا هنغير كتير في المجتمع. إن شاء الله. إن شاء الله يا مهند. هيكون عندنا جيل فاهم ودارس وواعي ان الاخر هو اي حد مختلف، مختلف في الدين، مختلف في اللون، مختلف في الجنسية. يعني انا اهلاوي، مهند زملكاوي. انا اهلاوي على فكره. المهم ان كلنا نحترم بعض ونعيش مع بعض. مهند، بما انك انت راجل يعني كده احلامك ما شاء الله بركة وبتتحقق على طول، في حلم تاني النهاردة؟ دلوقتي يا مصطفى الدولة عملت اللي عليها وحطت قوانين بتحافظ على حقوقنا وتسهل حياتنا، لكن لسه في ناس في المجتمع ما بتطبقش القوانين دي. نعمل ايه عشان نخلي الناس دي تطبق القوانين؟ قول انت بقى. لا، السؤال موجه ليك انت فما تهربش منه. انا اظن بالتوعية واللي بدأت بالفعل بدعم سيادة الرئيس بالكتاب اللي في ايدك ده، اظن البرامج، المسلسلات، الافلام. انا معاك في المسلسل الجاي. تمام. انت تنورني وتشرفني يا مهند. انت تنورني وتنورنا كلنا. شكرا ليك يا مهند. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا ليك. يا مهند، انت قلت كلام حلو قوي يا مهند، انه صح في قوانين وشغل بس المهم تتطبق والمجتمع كمان يبدا ان هو يتغير في التعامل. وطبعا انت رميت الكره في ملعب طبعا فنان مصطفى شعبية، تقول قول انت بس. انا عايز اسمعك انا بقى اللي هزنقك دلوقتي. انا عايز اسمعك، انت شايف محتاجين نعمل ايه علشان الناس فعلا تتغير وتبدا انها تفهم وتقرب وتحترم الاخر؟ انا شايف فعلا يعني اكترية الكلام اللي ممكن يتقال الفنان مصطفى شعبان قاله، ان فعلا التوعية تكون موجودة بحملات مستمرة على مدار السنة وعلى مدار اليوم لو في امكانية. من حيث بقى المؤتمرات والندوات، برامج، افلام، مسلسلات. يعني في كل انت عايز تمثل صحيح، قول اختلاف يعني تكون موجودة كل سنة، يعني وفخامة الرئيس موجودة على طول. كل سنة الرئيس لما بيحضر الاحتفالية دي يا مهند وبيتكلم معاك وكده وبيسمع منكم، بيبقى ده حلو بالنسبة لكم ازاي؟ يعني احكي لي كده مشاعرك ايه وانت بتسأل وبتتكلم ورئيس يتكلم معاك والناس كلها والدنيا كلها تتابع وتشوف اللي بيحصل كده على الشاشة. احساس لا يمكن وصفه بصراحة، هو احساس جميل جدا. احساس ان انا يعني ليا اب زيادة على بابايا. لا بجد والله، احنا يعني مش بنعامل فخامه الرئيس ان هو رئيس جمهوريه وان هو جاي ايفنت رسمي او لا، مش بنتعامل كده. احنا بنتعامل ده بابا وجاي يزورنا وبنقعد معاه. الحمد لله. يا مهند انا بشكرك يا حبيبي، وطبعا بشكر باشمهندسه امل مبدا رئيس الاتحاد المصري والافريقي الرياضي للاعاقات الذهنيه. شكرا جزيلا ليكم.